انتر ميلانو يقترب من حسم صفقة لوكاكو رسميا. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. أكدت تقارير صحفية منذ قليل اقتراب مهاجم فريق تشيلسي روميليو لوكاكو من العودة إلى صفوف انتر ميلان مرة أخرى في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. وكان الصيف الماضي قد شهد عودة لوكاكو من جديد إلى تشيلسي قادما من انتر ميلان، إلا أنه فشل في إثبات نفسه بالدرجة المتوقعة، وأبدى لوكاكو رغبته في العودة إلى انتر ميلان، وأراد النادي الإيطالي كذلك استعادة خدمات نجمه السابق، ووافق تشيلسي على ذلك بمقتضى نظام إعارة. ودخل انتر ميلان في مفاوضات مع تشيلسي طوال الأيام الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لوكاكو، حيث كان هناك اختلاف بين الطرفين بشأن الرسوم. ولكن الصحفي الشهير فابريزو رومانو ذكر منذ قليل أن انتر ميلان وتشيلسي يستعدان في الوقت الحالي لإتمام صفقة روميليو لوكاكو بنجاح، وأوضح أن مالك تشيلسي الجديد توم بوهلي على استعداد لقبول عرض انتر ميلان الأخير الذي يتضمن رسوم إعارة بقيمة 8 مليون يورو إلى جانب الإضافات. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.